يحتفل العالم بالثالث عشر من شهر أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعسر، وهو اليوم المخصص للأشخاص الذين يستخدمون عادة يدهم اليسرى بدلا من اليمنى. وبهذه المناسبة أطلق المغردون هاشتاغي اليوم العالمي للعسر Left Handers Day. بعض مستخدمي اليد اليسرى من المغردين عبروا عن معاناتهم التي تضمنت صورا للآلات والمعدات التي تستلزم استخدام اليد اليمنى، مما يشكل في ذلك لهم صعوبة في استخدامها ومن ثم التعامل معها، لكنهم استعرضوا بعض مواهبهم الفنية واليدوية كالرسم والصناعات اليدوية، إلى أن البعض الآخر عبر عن سعادته وفخره بذلك التميز الذي حباهم الله به. التغريدات تضمنت معلومات حول الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليسرى والأسباب التي جعلتهم يحملون تلك الصفة، إضافة إلى صور لبعض المشاهير ممن يحملون هذه الميزة على مستوى العالم.